السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أشرح لكم طريقة استرجاع حساب انستغرام إذا كنت فاتح حسابين بنفس رقم الجوال. البعض يفتح حساب برقم جواله وبعد فترة يفتح حساب آخر بنفس رقم الجوال وينسى الباسورد الرقم السري حق الحساب الأول. لما يسوي استعادة عن طريق رقم الجوال يظهر له الحساب الجديد، فهو يبي يرجع الحساب القديم وما يعرف شنو يسوي. طبعا هذا حسابي في انستغرام وتشرف بمتابعة الجميع. طبعا الحل بسيط جدا. طبعا الطريقة اللي يسوونها الأخوان انه يدخل على صفحة البداية للانستغرام وبعد كده يسجل اسم الحساب هنا ويضغط على نسيت الباسورد ويسجل جواله في الخانة هذه، وبعد كده يضغط على رسالة وتجي رسالة نصية، ولما يضغط على الرابط يفتح الحساب الجديد وهو بيرجع الحساب القديم. طبعا لازم تكون مسجل بالحساب القديم مسجل رقم جوالك فقط، إذا كنت مسجل إيميل ما راح يرجع إلا عن طريق الإيميل. أعيد وأكرر، لازم تكون مسجل رقم جوالك فقط. الحل بسيط جدا، تضغط ندخل على سفاري، متصفح سفاري، ونكتب انستغرام تسجيل الدخول وندخل على الرابط الأول، وبعد كذا تفتح لك الصفحة هذه، نضغط على نسيت الباسورد وتسجل اسم حسابك هنا. لا تسجل رقم الجوال، سجل اسم الحساب كمثال، يعني أي شيء تسجل أي شيء، وبعد كذا نأشر على الخيار هذا. ممكن يطلع لك حل الصور، لغز الصور، بعد ما تأشر على الصور المطلوب انك تأشر عليها، بعد كذا تضغط على هذا الخيار وراح تجيك رسالة نصية الى رقم جوالك على الحساب الاول. لما تفتح الرابط يفتح لك الحساب الاول مو الحساب الثاني. بعد كذا تسجل فيه ايميل او ما تبي تسجل فيه ايميل، هذا شيء خاص فيك. اتمنى شرح واضح وبسيط. اي سؤال او استفسار انا دائما وابدا بالخدمة. اتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. اشكركم على المتابعة وفمان الله.